شوربة لطيفة جدا جدا، هي شوربة الدجاج بالكريمة والمشروم. عندنا مشروم فريش شرايح، أرجوكم ما تستخدموش المعلب في الوصفة دي. عصير ليمون وصدور دجاج مكعبات، ينفع من غير فراخ أكيد ينفع. زبدة، بصل وزعتر وكريمة ودقيق، ينفع لبن بدل الكريمة؟ ينفع. مرق الدجاج ينفع مية بدلها؟ أيوة ينفع. بقدونس مفروم وثوم مفروم وملح وفلفل. وصفة سهلة وسريعة وبسيطة جدا جدا. في الحلة اللي أنا سخنتها هاخد الزبدة، مع الزبدة هاخد الفراخ، الثوم، البصل، الزعتر، الملح والفلفل الأسود. بدأت تسخن اهي الفراخ، معاها البصل والثوم، معاها الزبدة والملح والفلفل والزعتر، وهشوح لحد ما الفراخ تستوي ثلاث ارباع سوا. طبعا تقدروا تحطوا معاها اسمها ايه دي، شعرية، لسان عصفور متحمصين، ممكن جدا طبعا. كده الفراخ نص تشويحة، اقوم نازلة بالمشروم الفريش. ينفع مشروم بس؟ ينفع. ينفع فراخ بس؟ ايوة ينفع. تنفع باللحمة والجمبري كمان. كده الفراخ عندي ثلاث ارباع تشويحة، انزل بالبقدونس، مهم قوي التوقيت عشان كده بقوله، معلقة من الدقيق كبيرة مليانة، قلب لحد ما الدقيق يختفي خالص، اختفى انزل يا اما بشوربة يا اما بمية، سخنين المهم يعني. انزل بكريمة او لبن، او لبن معاه قشطة وش اللبن، او لبن معاه معلقة جبنة كريم، اي حاجة اللي موجود، اللي موجود هيقضي الغرض يا ولاد. قلب، سيبهم يغلوا مع بعض لحد ما كل حاجة تتجانس وتستوي وتربط شوية الشوربة. حلوة قوي. هنا انا بالنظر كده والريحة حاسة ان انا محتاجة ملح وفلفل، فخليني اتأكد قبل ما احط. لا مش محتاجة ملح، بس محتاجة فلفل. او لذوقي ممكن اضيف شوية ملح، بس هو الملح مظبوط، فدايما نقدم الحاجة مظبوطة مش على ذوقنا الشخصي، عشان اي حد يقدر يزود لكن مش هيقدر ينقص، لكن الفلفل قليل فعلا فانا زودته. الشوربة كمان خلاص، رائعة جميلة.